هذه باسامار، وهذه سيبيا، وهذه ماغريتا، وهذه بوطا. هاي وكينا مازال كينا الكالامار وفري كالامار وكينا اللوطال. هادو ما تنجيبهمش حيت ماشي لا سيزون ديالهم دابا. خينيكو، شنو الفرق ما بين هذيك البوطا وما بين البوطا؟ عندها واحد لوغو اخر حيت ماشي ديالنا حنا، ما تجيش من هنا. منين هي منين كتجي؟ تجي بعض المرات من الشينوان، بعض المرات من الاكواتور، ما عرفتش كل هو الشيء يقول لك من بلاد. فين كترعى هي؟ فين كترعى؟ تقرعى وقيلا بحال هنا، ما عرف على ما سمعنا حنا بحال صربيا. في الاحواض؟ تيربيوها. قرب الميكرو خينيكو. تيربيوها. وكيفاش تفرق ما بيناتهم بالنسبه في الطياب الى طابت؟ كيفاش غتفرق بيناتهم في لوغو؟ هما في الضوء. هذيك تتكون مره في اخر مره كبيره باش تذوقها وتبدا تحلل فيها في لسانك، تتكون مره. وهذيك الفري تتكون بنينه حيت ديال البحر. بالنسبه للمطاعم خينيكو، كيستعملوها هي، كيستعملوها بزاف هي. كيستعملوها بزاف دابا حيت رخيصه، داك الشيء علاش ما كيدوش. تقريبا شحال الكيلو هي دايره؟ دير 50 درهم حتى 55 درهم. وبالنسبه ديال البلاد؟ ودير البلاد، ديال البلاد راه تطيح غاليه حيت تيكون فيها داك، تيكون فيها الكاس وتتكون فيها داك الشيء باش تنقطع تخلي لك غير النص. بالنسبه للمستهلك باش كتنصحوه خينيكو؟ المستهلك هو اللي خصو يصح راسو، حيت فاش تجي وتقول لي واحد الثمن، وواحد تيقول لي واحد الثمن ما خاصو تمشي ياخذها، دونك هو باغي غير ياكل، ولكن الناس الذواقه وداك الشيء راه تيعرفوا واش شي ياكل. وسمعنا شي معلومه كاينه بانها غير صحيه بالنسبه للبوطه. هما شحال الاغلبيه ديال الناس تيقولوا هذا الكلام هذا، ولكن بنادم حاليا ما تيبان لي حتى شي واحد تيموت بها ولا تيخاف. هادو اللي تياكلو تيبقاو صحاح، سبحان الله. ما كيبقى عليهم والو خينيكو. خينيكو، سمعنا ثاني كاين واحد السمك اللي كيكبر في الحوض وكيتباع في السوق على انه سمك ديال البحر، كيتصيد في البحر وهو راه كيتربى في الحوض. والله هذا راه كاين، راه ولا بزاف، راه ولا عالميا، ولكن هو ديما تيبقى ما بين الفرق اللي تنقول لك هو المذاق. المذاق راه ديما تيكون مختلف. سبحان الله ديال البحر، سبحان الله العظيم، تتكون فيها واحد لوكو حلوه، وحاجه ديال النيفاش راه تتكون ديما مسوسه بحال اللي تتاكل الله. لان بحال كنقولوا حنايا ديال لافاج كتكون فيها بحال كما كنقولوا اكل اصطناعي، اما ديال البحر كما كنقولوا حنا كيسرح غير كي كي كياكل الاعشاب، كياكل عنده في الدار. بعدا فاش تطيبها تعطيك واحد النكهه في الكوزينه بنينه. من الريحة، من الريحة، سبحان الله العظيم. وتتقد كاع تكون طالع حتى مع الدروج ديال الدار، واخا انت ما قاليش القليلو في جيرانك، تتشم هذيك الريحة زوينة ديال الحوت. وكاين دابا هذيك الأخرى، واخا تطيب بحال اللي تيقول لك ذاك السيد راه ما واكل والو، هو راه واكل هذاك الحوت والثمن ديال هذاك الحي. هذا هنا كيبقى 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 للبيع والشراء. البيع والشراء إذا كان متقي الله وكان راه كيوري بالنسبة للزبون ديالو ولا للزبناء. ولكن دابا الأغلبية ديال الناس ما بقاش شتات، واخا تقول لي هاتي صحابك هذا تكذب عليها. كما كنقولوا بالدارجة دارت بهم. دارت بهم ما تيبقاش يجي عندك الحوات، وتيخسر هذاك الكليان، حتى يكون يصور معاه في العام واحد القادر تبارك الله، حتى يجي كل سنه يتقدى، دونك كيفاش جاي حتى تخسر هذاك السيد؟ ما تيبقاش عندك لا انت، حتى تولي محسوبه عليك عند الله، وتدخل على الكليان والحنان تيمشي ليه ديك الثقه، وانت وجهك تيخيب معاهم. تماما. خينيكو، كنعرفوا حنايا بان عندنا المرصف في كازا، انتوما واش كتمشيو تتقداو من المرصف ولا كيجيبوا لكم السمك حتى عندكم؟ لا، كنتقداو من المرصى، ولكن ماشي كاملين، حيت دابا المرصى ولا فيها قوانين جديده ولات. علاش؟ حيت ولات دابا بالكود، وخصك تفيرسي باش تدخل، وخصك تكون مع الدوله خدام معاهم. دابا كاينه غير حاليا الهلاويين هي اللي تجيب الحوت مخلط، هذيك تيدخل بها نابول كوا وتيشريو الحوت. مي هنا ديال البلاد ولا داكشي قانوني الحمد لله، ولا داكشي نقي،
ما بقاش كيما هذاك الاول بنادم تيجيو يدخلو تيديو وهادي وهادي ولا داكشي زوين ونقيو ومرتاح وتجيب سلعه ديال الصياده يومين نهار ونص. نيكو انت الحمد لله معروف في هذا المارشي هذا كتجيب الحوت المزيان كما كنقولوا حنا الجوده. اشنو كتقول للزبناء باش كتنصحهم قبل ما ياخذوا الحوت؟ الزبناء الله يجيب ليهم الحمد لله الصحه والسلامه وحتى نتمنى هذا الشيء هذا الوباء يمشي ان شاء الله ويرجع كل شيء لمجاريها. والحمد لله اللي جا عندنا مرحبا به واللي ما جاش راه كلنا وقال لك الحوات مصافو الحاجه تتقال. على ذكر الوباء نيكو كيفاش تشوف هذيك الفتره ديال الوباء؟ ديال الحجر اما الوباء راه باقي كيفاش عشتوا ديك الفتره ديال الحجر؟ حنايا حيت الحمد لله كنا خدامين حنا تنتمناو دوك الناس اللي مساكنين ما كانوش خدامين هما تيكونوا مواعتين شويه اما حنا بعدا راه اللي تصبوا حتى الا ما بعتيش راه غادي تاكلوا ما كاين ناس اخرين مساكن اللي ما خدامين ما والو وديك القاسم اللي كان عندهم راه قصور الله يجيب ليهم ان شاء الله والله يعطيهم صحتهم وهادشي راه كلشي دايس بحال راه عالميا ماشي غير حنا تماما واخا هذوك الناس شويه متكلين علينا وتهلاو فيهم داك الشيء وحنا حنا البارك ديالنا الحمد لله كاين واحد المستوى شويه الحمد لله وداك الشيء هذا هو الربح والله يجعل هاد الناس هادي يكونوا معاه ويتحدوا ويخليوا البلاد نقيه وزوينه. كنسمعوا نيكو بان كاين الغلاء في السمك بالنسبه للثمن ديالو واش هادشي بصح؟ الغلاء شوف اي حاجه فيها الغلاء حاجه مليحه ديما تتكون زايده المليح كما كنقولوا المليح عنده ثمن والحاجه اللي هادي راه عندها ثمن وراه اللي يقسم لك الله دابا شحال من واحد جيب 1000 ريال راه غادي يدي 1000 ريال جيب 70 درهم راه غادي يدي 70 درهم بعدا غير على قد جيبك ياكل ياكل ولكن يعرف عند من ياكل باش تيلا ادى هذيك الحاجه وكانها غادي لان علاش سينيكو لان هادشي تقليد كاين الانسان عنده وليداتو صغار غير حتى هما غياكلوا خاص الانسان يكون عنده الضمير ولكن خاص الانسان يولي يتيق شويه راه هو تيقول لك حوته تتخلي الشوارب بصح الناس راه شحال من واحد دات بهم ما بقاوش فيهم هذيك الثقه ولكن راه الثقه في الله ونعم بالله الانسان فاش تجي وتتقول لي اودي هادي راه بحال الا اول نهار جيتي عنده ودوق من عنده هذيك الحاجه وشوف ماشي تكون لا حقها بحال هذا بحال هذا ما تكون بحال هذا كاين اللي تيصلي وكاين اللي تيفال وكاين اللي تيخوان وكاين كل واحد وكيدير اللي بغا البشر ماشي بحال بحال البشر الله ماشي بحال بحال. كلمه اخيره نيكو يا ربي يا ربي وهاد النهار يجيب الله لجميع المسلمين اللي هنا ولبي بالخالي الصحه والسلامه والله يبعد علينا هذا الوباء ونكونوا متعبين ونخلوا البلاد زوينه وهذا هو اللي تنقولوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.